ما عم بيرد على تليفونه؟ لا عم يفصلني، بيكون قرب لهون، راح استناه برا. عم عزة لا تمشي، أنا حابة إنك تضل معي بهيك يوم. طيب ماشي. إيه يلا عود. فاطمة هاتي صحن بسرعة لعزات. عود ابني. عقبال المية حبيبتي. احكي بسرعة، وينه منصور؟ ما بعرف وينه، حتى إذا بعرف مستحيل إني خبرك. إذا ما قلتي أنتو التنتين رح تموتوا. هي ما دخلها. إذا مشكلتك مع منصور دور عليه ولاقيه، ما رح تستفيد شيء إذا رفعت سلاحك بوجه بنته. لكن احكوا بسرعة، وين بتخبي منصور؟ إذا منصور مو مبين دور على ابنه، خد تارك منه. زينب ما دخلها. ابنه؟ ليش أنا في عندي أخ؟ شو حبيتيها؟ تاخد العقل حلوة كتير. كل هالقد من فرحتها بالعيد داخل؟ ما كانت متوقعة انكم رح تحتفلوا فيها هيك. يا ربي دخيلك. يمكن هي اول مرة بحياتها بتحس انه في حدا مهتم فيها ومتذكرها. فاطمة اركدي جيبي كولونيا. ايه زهرة. زهرة زهرة اصحي وحاكيني لو سمحتي. زهرة حبيبتي فتحي عيونك. يا رب زهرة. يا الله ما صدقنا انه اخيرا شفنا وشه عم يضحك. ليش هيك صار معه يا بنتي؟ هاي عين، عينه صابت الكنة الصغيرة، لازم نجيب شيخ يقرا لها. انت شو عم تقولي؟ مين هو؟ امي. منصور عنده ابن ومنه بتاخدوا تاركن. اترك بنتي زينب، وإذا بدك تنتقم منه دور على ابنه. لا تنسي تخبري منصور مستحيل ينفذ من إيدي، ورح دور عليه وين ما راح، ورح لاقيه. دم أبي ما رح يروح هدر أبداً.
لورين خانم جبت الكولونيا، هاتي بسرعة. يلا هلا ان شاء الله بتفيق عليها. عزت ما فينا نستنى، خلينا نطلب الاسعاف. لبين ما يوصل الاسعاف بنكون وصلنا على المشفى. طيب يلا. على مهلك يا رب دخيلك. يلا امي بعد الكرسي شوي. يلا يا ابني يلا يلا. لا تخافي بنتي لا تخافي، ما رح يصير شيء لاختك، هلا الدكاترة بيشوفوها وبيعالجوها، لا تخافي. اهدي. إذا ناوي تقتلني يلا اعملها وخلصني. لو بدي قتلك كنت عملتها من زمان. لكن قل لي شو بدك غير الموت؟ ما في شي بيخليني اسكت يا عدنان، واللي ناوي تعمله فيني ما رح يخوفني. عزت رح يعرف كل الحقيقة. شو بتكون استفدت؟ آه؟ شو النهاية برأيك؟ أنت بتروح على الحبس وأنا بتروح علي الأغاوية، هذا بيريحك؟ بلا ما تضحك على حالك عدنان، بالأساس الأغاوية مو من حقك، وأنت بتعرف إن العزة حتى مرتك، مرتك مانا إلك، هي وعزة كانوا مخطوبين ولا نسيت؟